رجع للانحراف للانخراج قصدي للنيلة ده للإخراج تاني يا سمورة؟ لا أنا أساسا ما بطلتش إخراج. هتقولي أنا طول عمري متبهدل معاك يا فطوطة، بس المكتب يعني ما شاء الله ابتدى يشتغل زي الفل، يعني مشروع ناجح. وأنا كل مشروعاتي نجح والحمد لله، وأهمها حاليا صافي، هخليها نجمة لوزعية، هتقبض بالدولار الموزمبيقي. ولا الدولار الموزمبيقي دلوقتي فين؟ عالي قوي بقى زي الدولار الموزمبيقي. هو نفس الدولار الموزمبيقي، هو الدولار هو الدولار وخلاص بقى. يلا انت مصر، يبقى المفروض تديني فرصة واقوم انا بقى بدور البطولة قدامها. خليك جدع بقى. لا، اللي هيقوم بدور البطولة الفنان العبقري شلاطة المخربش. مين ده عبقري؟ مين؟ ازاي ما تعرفوش؟ على كل حال الليلة هاخدك انت وصافي وتيكا نتفرج عليه وهو شغال في مسرحيته الجديدة. افتكرته، اخو زكي المخربش. ايوه، دول نجوم كبار دلوقتي. يلا يا سيدي يلا نروح نتفرج زي ما انت عايز يا فطوط. يا أستاذة، عامل لك بقى كوباية عصير مانجا على برتقان على ليمون على نسكافيه، حاجة كده تستاهل بقك يا نجمة النجوم. بس أنا ما طلبتش حاجة منك يا تشيك. وأنا لسه هستنى لما تطلبي يا نجمة النجوم. ماشي يا تيك، هاخد نسكافيه. ألف هنا وشفا، بس أمان عليك اوعي تنسي تيكا في المصلحة بتاعت الفيلم دي. ما تخافش، هو في حد غيرك يستجري طرقة خشبة الكلاكيت على صوابه؟ لا 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 لا، خلاص بقى، خشبة ايه دي، كانت مرحلة وراحت. أنا بلا فخر عايز أساعد البروف في الإخراج. يا ندل، عاوز تزحول سمورة؟ عيب عليك، ده صاحبك. طيب أنا راضي ذمتك، يرضيكي أزحول حد غريب؟ سمورة أولى من الزحولة. يا واطي حبيبي يا سمورتي، والله كنت لسه بجيب في سيرتك. تشرب عصير؟ أشرب من دمك يا تيكا. يا السلام يا صافي، يا السلام، من زمان وأنا بأحلم إنك قاعدة في الكرسي اللي جنبي وأنا بنكسف بقى. أجيب لك شوب عصير بقدونس يا فطفوتي علشان تتكلم؟ سيبك منه، ده مفيش غيري، قيمة ومركز وظيفة ميري، وبعدين هتعمل بيه ايه ده اللي رجلي مش طايله الأرض؟ انما انا بصي لي كده تلاقيني مال الكرسي. يا استاذ، الله، الاستاذ فين؟ معلش سعادتك قاعد على الكرسي مش واخد بالي. الحق يا عبقري الزمان والمكان. في ايه يا طيقه؟ نجم النجوم شلاطه المخربش حد حط له منوم ومش قادر يقف على حيله. يا خساره، يعني مش هنروح نتفرج على المسرحيه؟ عمل ده يا زموره؟ انا وحياه غباوتك ابدا. يبقى لازم اعرف مين اللي عمل الجريمه دي فورا. تعملوا تحريات وتقولي بيها. قولولي بقى يا زموره، انت وتيكا عملتوا التحريات الملزمه؟ تقصد التحريات اللازمه؟ طبعا حصل يا فطوطة. اللي دخل قط الفنان شلاطة كانوا جمانة المعجبة الولهانة، وبعدها زميله الفنان طهقان. أيوة، بس الأول دخل عجوة بتاع الشاي والقهوة والعصاير والبسكوت واللازم منه. هو ده امسكوه من عرائيبه، وإن ما كانش له عرائيب امسكوه من عصعيسه وخلوه يعترف بالجريمة. مش الأول نحقق مع التلاتة يا عبقري علشان نتأكد؟ كل كلامك حكم يا صافي. المتهم الأول عجوة بتاع الشاي والقهوة، ولما سألته قال ما حصلش يا باشا،
أنا جبت للفنان كوباية عصير زعزيع قصب، بصلي من فوق لتحت وقال لي حطها عندك، حطيتها على الترابيزة ومشيت. نحل لكل زعزيع لبلد، لأن الزعزيع ليها تأثير فظيع. وبعد منه دخل الفنان طهقان، ولما سألته قال إيه؟ صحيح أنا كنت متخانق مع شلاطة، بس صالحته وجبت له هدية حلوة، بارفان عجب. أهو اتفضل شوف بنفسك، ده أنا حطيت لشلاطة البارفان بنفسي. أيوة أيوة، وأنا أخدت منه البارفان يا بروف. ريحته حلوة أوي 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 أوي. كفاية بقى تيكا كفاية، ده بتستحمى بالبارفان ولا إيه؟ طيب والمعجبة الولهانة الست جمانة قالت إيه؟ لما سألناها قالت أنا مستحيل طبعا، ده أنا بموت في تمثيل شلاطة، وكنت مستنية المسرحية دي قوي عشان أتصور مع الصورة السيلفي. حتى بص الصورة. وطبعا أخدت الصورة يا سمورة. يا فطوطة بيه، حتى شوف هي دي بتشرب عصير زعزيع ولا ايه؟ ايوه يا عبقري، ما هو شلاطة شربها العصير. متهيألي الجريمة غامضة قوي المرة دي يا فطوطة بيه. طيب نخلي سمورة يفزورها لي في اغنية من اغنياته الرائعة، وبعدين اقول لكم مين اللي حط المنوم للفنان شلاطة. اورايت، بس كده انت تأمر يا ابو الفطافيط. شلاطة فنان متمكن وعنده سواريه الليلة، وحد كان عاوزه يركن بالبنجي خلاه بقى نيلة، والمتهمين هم تلاتة، عجوة طهقان ويا جمانة. مين حط البنجي لشلاطة؟ من نفسنا واهينيانا. طب عجوة بتاع القهوة قال ايه؟ بيقول انا جبت عصير زعزعه في شب كبير، حطيته على الترابيزة ومشيت من غير تفكير. طيب والفنان المنافس لشلاطة اللي اسمه طهقان قال ايه؟ ركز حبة في طهقان، وخصوصا في البرفان، ما تيجي اخده يا ويكا شوف حالته وقول لي يا مان. اقول لك ليه يا مان وانا تسمورة؟ كلمني عن المعجبة عشان انا خبيرة في المعجبات. معجبة غاوية المشاهير، دخلت لجل التصوير، اخدت وياها السيلفي وعملت يمان الشير. في حد كلامه فيه غلطة، كذب انما كذب عوانطة، والمطلوب نعرف ده مين، وبكده نعرف سبب الورطة. سطم خلاص انا عرفت مين اللي حط المنوم لشلاطة. مين يا فطوطة بيه؟ الولا تيكا ده. تيكا؟ لا 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 لا، ده كتير قوي بصراحة، ومحدش يسألني أنا هعمل إيه؟ إيه؟ هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هروح طبعاً.